تشكل الأسواق الشعبية في كربلاء جزءاً لا يتجزأ من تراث المدينة الشعبي والاجتماعي والثقافي، تواجه إهمالاً في تطويرها وتحسين بيئتها الاقتصادية. هذه الأسواق بتصميمها المعماري البسيط والبدائي الذي يعكس تقاليد المدينة العريقة وتراثها الغني، حيث الدكاكين الصغيرة والشوارع الضيقة والأصوات العالية ما تزال تعجب المتبضعين الذين يطالبون بزيادة الاهتمام في هذه الأسواق. يعني من السبعينات لحد الآن هذا السوق هو سوق شعبي عايش بآلاف العوائل، اللي كسبه البقال أبو العربانة تكرم، يعني كل أخواتنا عايشين بالسوق هذا. والله ما نقبل يتفلش، نقبل يترتب صحيح ترتيب بسيطي بس ما نتفلش، لا والله ما نقبل يتفلش. وين تروح العوائل؟ وين تروح؟ يعني آلاف العوائل عايشة بالسوق، ما نقبل يتفلش، أريد يبقى السوق بس ترتيب بسيط صحيح، نحتاج للترتيب. في هذا المكان يتداول الناس الأحاديث والأخبار وتنسج العلاقات الاجتماعية وتعزز القيم التقليدية، خصوصا وإن أغلب روادها من الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والمتوسطة، كما إنها لا تخلو حتى من الأغنياء والميسورين. والناس شافت أماكن قطع هذا سووا سوق، يعني كم قاعد وحجبها صار لها سوق محترم، تجي من حين موظفين من الولاية من أي مكان من كربلاء. والله أمس أنا جاني واحد سيف سعد، سوق الناس كلها فقير يجي والزنقين يجي وكلها زي الأحياء كلها تسوق من حي البعث. ليش؟ لأن أول شيء رخص، ثاني شيء كل شيء متوفر به، شنو اللي تريده شنو اللي ببالك وتجي الحي الغدير تلقاه. ويؤكد كربلائيون أن الحفاظ على هذه الأسواق ليس مجرد صون لمعالم تقليدية، بل هو حفاظ على جذور ثقافية واجتماعية تمتد عبر الأجيال. علي مطير، ون نيوز، كربلاء.